عايشين بالمخيم، لا عنا كوادر، لا عنا شيء، لا بطانيات، لا شيء، لا بيت مي، وعندي هالدرويشة، لا ما في مطرحة طالعها علي غير بهالشول، يعني سترة ما بي. يصير ضرب يصير شيء قاعد ارحلها، يعني قبل بناتي عم قاعد ارحل بيها واطفش بيها، يعني اكثر شيء خايف عليها اكثر من عيلتي. طالعها بدي افوتها، بدي اغسل لها، يعني شول احنا، يعني كل شيء اذا جاب له بيها صعب عليها، ويعني ما عندي شيء اقعد من هيا بهالحياه انه مشان اعزها، يعني لا تواليت لا شيء لا شيء، انا بهالشول جادي. أتمنى الإنسان يعز بهالوقت هذا غير شيء يعيش فيه، ويتمنى الإنسان شيء يساعده، ما عندنا شيء حدا، لا حد ما دا نشوف حدا حتى يساعدنا يعني.